أصبح الاتحاد الأوروبي كياناً سياسياً واقتصادياً يضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا منه. يبلغ عدد السكان الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي 464 مليون نسمة، وقد بلغ إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد 15.9 تريليون يورو عام 2018، الأمر الذي جعله أحد الأطراف التجارية الرئيسية في العالم إلى جانب الولايات المتحدة والصين. ضم الاتحاد الأوروبي عند تأسيسه عام 1957 6 دول، وتحت شعار الاتحاد في التنوع توسع مرات عديدة. وبهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الدول التي تتقدم بترشحها إثبات التزامها باحترام وتعزيز القيم الأساسية كالديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد السوقي المستدام، وعليها أيضاً الامتثال لجميع معايير الاتحاد الأوروبي وقواعده. تتم المصادقة على أي طلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي من قبل الدولة المعنية، إما عن طريق تصويت برلماني أو عن طريق استفتاء وطني. وتصبح العضوية سارية عندما تكون جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء قد وافقت على ذلك. الدول الخمس المرشحة رسمياً اليوم لعضوية الاتحاد هي جمهورية مقدونيا الشمالية ومونتينيغرو وصربيا وألبانيا وتركيا. أما البوسنة والهرسك وكوسوفو فهي دول تتمتع بوضعية الدول المرشحة المحتملة. وللاتحاد الأوروبي علم ذو 12 نجمة ذهبية على خلفية زرقاء، ونشيد خاص هو نشيد الفرح لبيتهوفن.